الاهلي اللي حاب باش نمشيو نحكيو على كاس تونس الدور التمهيدي لقاء جماعة الاهلي صفاقسي بنجم الجم ثم نرجعوا لبلاتو. انطلقت الأسبوع الماضي منافسات الأدوار التمهيدية لكأس تونس لكرة القدم من خلال لقاءات أندية الرابطات الجهوية. نادي الأهلي الصفاقسي افتتح الموسم باستضافة نجم الجمة في إطار الدور التمهيدي الثاني على أرضية ملعب حي الحبيب. الفريق تغير بشكل كبير انطلاقا من قدوم هيئة مديرة جديدة وتغييرات شملت الإطار الفني ورصيد البشري. أجواء جماهيرية متميزة وطموحات كبيرة من الأحباء. اللقاء لم يرتقي إلى مستوى فني كبير، لكن الرغبة في الفوز كانت واضحة من الفريقين، وتعادل هدف لهدف خلال الوقت الأصلي للمباراة. التنافس تواصل في ركلات الترجيح، والنتيجة تستقر على 9-8 لأبناء المدرب رامي بوعزيزة، والعبور إلى الدور القادم ومواجهة ديربي منتظرة مع نادي بدر العين عشية الأحد. تسابق وتلاحق طوال المباراة، وحتى كي شفتوا حتى في ضربات الجزاء الحمد لله عندنا مدة وإحنا نخدموا ونحضروا، وكبداية موسم ترشح في الكوب يعطينا معنويات خير ويعطينا نفس باش ننافسوا في البطولة نتاعنا اللي هي الأوبجيكتيف الأول إن شاء الله. تعبنا في الماتش هذا، لعبنا ضد إيكيب ويخفى. الفكتيف كما قلت لك راهو تبدل 90%، معناها سي با فاسيل باش تلقى اوتوماتيزم كما يقولوا. هذه البدايه ولبس علينا، عندنا وليدات صغار ان شاء الله نوصلوا بعيد. اليوم ما فماش كره بكل صراحه، فما الانتصار هو اللي فرح توا الجماهير. يلزمنا نخمو توا في المقابله الجايه باش تبدا بطوله، باش نوليو يلزمنا نخمو مليح، يلزمنا نلعبوا كورتنا الصحيحه. فرحانين بالانتصار اليوم، مرسي الجمهور اللي جاء، ولاد حي البحر ولاد حي الحبيب من البلايص الكل، نشكرهم والحمد لله على انتصار وبرك. بالنسبه للانتصار هذاك هو اللي فرحنا، لكن تزمنا ياسر خدمه في الايكيب، ماهيش ايكيب معنا تفرح معنا، تزمنا نشوفوا معنا فما ياسر نقاط ضعف تزمنا نشوفوها. اول حاجه نعدوا بها الناس هذوما اللي ان شاء الله حي الحبيب باش تكون في المرتبة الأولى ومش تطلع هذي إن شاء الله نوعدوه. علاش؟ خاطر بكل صراحة فما برشا ملاعبية أولاد صغار متربيين برشا، رئيس نادي ما شاء الله قايم بالواقف بالواجب متاعو، مدرب كيف كيف. إذا مجيد الأهلي الصفاقسي ترشح للدور الموالي للكأس. هي ديما المنافسات بتاع الكوب في الفرق ريجيونال الجهوية راهو تعطي شارم ديما مختلف، وهنا ديما دي قلت أنا راهو الفوتبول أماتور راهو يخرجوا من ملاعبية سي قصي كبار برشا، فهمني؟ نشوفوا سنة علاش احنا اخترنا الاهلي الصفاقسي. تحس اللي فما تغيير صار على مستوى الفريق. الاهلي الصفاقسي عنده اسمه من قبل، وخاصة الحي نتاعو يعجب ملاعبية معناتها مغرومين ويحبوا الكرة برشا. دونك سنة تقريبا فما هيئة جديدة تحطت على مستوى هذا الفريق، معناها عندها طموحات تحب تمشي على عامين، تحب تمشي بالفريق تخرجوا من القاع، لان وحتى صفاقس النادي الصفاقسي من مستحسن باش يكون كما ترجع رلوي وترجع سي اس اس وترجع توازيس وترجع ويطلع الاهلي الصفاقسي. هذه كان ديما المحيط نتاع نادي الصفاقسي. دونك جو تروف انا ديما نقول الاهلي الصفاقسي موديل سناء، خاطر تحس فما طموح كبير، تغيرت الاجواء، هيئه جديده جات ومعناها تقريبا عندها طموحات باش ترفع تصعد من الفريق في نارابطة في الريجونال الجهويه ريجونال. لا فما في البقعه الشعبيه وفيها انقومو كبير برشا بكره القدم معناها تقريبا حظ سعيد ان شاء الله للاهلي الصفاقسي وحتى النجم الجمهور اللي لقاو فيه بضربات الجزاء 1-1 9-8 ضربات جزاء 9-8
نحكيو تو على الترجي الرياضي التونسي اللي كمل غدوه استعدادات ولقاء الدور الثمن النهائي في ملعب رادس كاس الانديه العربيه الابطال الانديه العربيه ضد الفريق المغربي اولمبيك اسا. في لقاء الذهاب كان انتهى في المغرب بالتعادل هدف لهدف. شادو تقرير لطفي النايب ثم نرجع للبلاتو. يدخل الترجي الرياضي نهايه هذا الاسبوع سلسله من الاستحقاقات الهامه والمباريات المصيريه في الموسم. البدايه ستكون مع اياب الدوره 16 من البطوله العربيه باستضافه نادي اولمبيك اسفيا المغربي مساء السبت بالملعب الاولمبي برادس. بعد تعادل ايجابي ذهابا بهدف لهدف، معين الشعباني استعد للمواجهه جيدا. نجح في اختبار ودي نهايه الاسبوع مع نادي حمام الانف واستعاد لاعبيه الدوليين في صحه جيده، لكنه سيواجه صعوبات في تركيبه الخط الخلفي على الرغم من استعاده خدمات الجزائريين الشتي وبدران بسبب شكوك حول مشاركه شمام والذوادي وغياب محمد علي العقوبي بسبب الاقصاء. ومع ذلك الترجي يبقى مطالب الفوز والعبور الى دور القدم في مسابقة تعتبر من أولويات الفريق هذا الموسم. مباراة أسفي ستكون أولى لقاءات منعرج قوي للترجي، التزامات عديدة محليا مع مباريات البطولة، بالتوازي مع ذلك سيدخل بقوة في دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية ويصطدم بالرجاء المغربي في الدار البيضاء نهاية الأسبوع القادم قبل فتح باب العالمية والتوجه إلى دوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية. تحديات كبرى أمام الفريق مطالب فيها بالنتائج ممنوع التعثر، ماراثون يتطلب تركيز ذهني عالي وحضور بدني قوي وتصرف جيد من الإطار الفني في الرصيد البشري ودعم كبير من الجماهير. إذن تحذيرات الترجي كما قلنا تتواصل ويختمها غدو بحصة تمرينية أخيرة في الحديقة بي، وهم يشد الانتباه والاستقبال اللي نظموا الترجي الفريق آسفي عند وصوله المطار. رجع من خلاله الاستقبال زادة اللي لقاه الترجي في المغرب ووره هنا مسؤولين بتاع الترجي أنه كي يلقاه الاستقبال الطيب والمعاملة الطيبة يردوها بأحسن منها كي يستقبلوا الفريق الضيف. أي مجيد لقاء نهار السبت ترش لي ربما مشكلة مش يلقاها الترجي في اللقاء هذا هو على المستوى الدفاعي. محمد علي اليعقوبي ورقة حمراء، بدران مازال كي راجع من الإصابة 90% تكون نحكيو مع سامي باش يكون حاضر في اللقاء. خليل شمام ما يلعبش، شمس الدين الذوادي في انتظار الحصة التدريبية الأخيرة باش نعرفوا القرار الأخير تاع الإطار الطبي كيفاش هنا معين باش يتعامل في الوضعية. صحيح هو ديما المدرب من افضل باش يكون عنده اللاعبيه كل في صحه جيده وجاهزين، لكن ديما نقول فريق في مستوى وعرق الترجي التونسي اليوم الحلول موجوده ومتوفره. معناها شفنا هذه ماتش اميكو اللي لعبهم الاخرانيين، ماتش اميكال اللي حطوا في اللاكس، فما لوبسون دو كوليبالي زاد تنجم تكون موجوده. وقول اذا بدران رجع للتمارين وشتي موجودين في التمارين هذوما اللاعبين يتميزوا بال عندهم الجرينتا، عندهم هذيك الروح، انت حتى كي تلعب ما تخافش عليهم اذا هما معناتها صحيين لاباس عليهم، دونك يجم يجازف بهم. الاشكال ساعه اليوم الترجي التونسي شفنا النسخه نتاعو توا تقريبا تغيرت، شفنا الفريق معناها فني اكثر من الموسم الماضي، كوره ولات تخرج وقوه الترجي ديما هي الاطراف، اليمين ديما الاطراف هما اللي يعملوا الديفيرونس. اليوم الترجي زاد يكسب وسط ميدان على مستوى عالي، ممكن اللي يشغل بال المدرب. شفنا لوبسيون اللي تحدث في محمد علي بن رمضان قدام لاكس لعب وفاجئ الناس الكل، ومشى كوامي واللاعب عبد الرؤوف متقدمين معناها الميليو معناها مشى بطريقه طيبه. اليوم محمد علي بن رمضان في المنتخب الوطني التونسي لاعب مشروع لاعب واحد لازم نحط سقيع القاع. الاشكال اللي باش يجي للمعين شكون باش يفا ساكريفي كي كوامي عبد الرؤوف كوليبالي ولا محمد علي بن رمضان؟ هذا انكاستيت بالنسبه للمدرب هو اللي بليز امبورتون، خاطر على المستوى الهجومي ما تخافش الترجي التونسي قادر يسجل في يلقى الحلول عنده الحلول. المشكل الاشكال هو ما عادش في الدفاع، هو الملاعبيه الاربعه هذوما يستحقوا باش يلعبوا. يجبوا يلعبوا مع بعضهم ما نعرفش اذا باش يبدل لوبسون 4 4 2 باش تولي تلعب. دونك اذا باش تقعد في لوبسون لوبسون هذيا هذا هو كيفاش باش يتعامل معين. ممكن اكبر نقطه هي اللي ينتظروها من معين.